لكم في مباراة الذهاب في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيروز الإيران بربعية نظيفة، بنسبة كم ضمن الهلال الوصول للمباراة النهائية؟ 0%. صفر صفر في تحت الصفر، أنا أقول لك تحت الصفر. كرة قدم يعني، شوف في ناس يمكن تبي تخدر، إحنا لاعبين عارفين هذه كرة، في تجارب، في تجارب أيضا نفس البطولة، نفس البطولة الشرق شنغهاي وغوانزو والفريق الياباني نفس الشيء، في تجربة العام أبطال أوروبا برشلونة وباريس سان جيرمان. كرة القدم ما تعرف، ما في شيء انتهى، تحترم من يحترمها، تحترم احترمها. احنا احترمنا الفريق الإيراني عشان كذا سجلنا هذه الأربعة، وإن شاء الله نحترم المباراة الجاية ونطلع منتصرين. يعني ما في شيء انتهى، هذا موضوع أنا بالنسبة لي ولا يذكر المفروض يعني أبدا. هل لا زالت كابتن البطولة الآسيوية صعبة على الأندية السعودية ولا لا؟ لا الآن مو صعبة، الآن قلت لك الآن. ليش أقول لك الآن؟ لأنه أنت منتخبك قوي، منتخبك صار قوي لأنه الأندية الآن صارت كمان قوية، وهذا انعكس المنتخب، فأنت الآن تنافس أي أحد بالراحة، يعني ما عندك أي مشكلة، أتوقع ما في شيء صعب. أول بالعكس، أول يعني في فعلا كانت فروقات بيننا يعني بتحصل، أما الآن ما أعتقد إنه في شيء صعب. الآن ما في فروقات، ما في بون شاسع بين أندية الغرب وأندية الشرق، ما عندك أنت الآن، أنت فريق إيراني، فريق سعودي، فريق ياباني، وفريق صيني، وانت ايه هذه بعد فصل انديه الغرب عن انديه الشرق نفس الشيء. ايه يعني خلاص كل الان قريب من بعض بالنسبه لي اشوف. يعني هل انت مع فصل انديه الغرب عن انديه الشرق في دوري ابطال اسيا؟ والله شوف، هي المشكله السفر يعني متعب، يعني تخيل تحتاج يومين ثلاثه ايام علشان تعدل نومك، فلازم يشوفوا له حل. احيانا يعني زي الدوري الأوزبكي، أتوقع الفرق الأوزبكية تلعب بداية أبطال آسيا قبل ما يبدأ الدوري، والدوري ما بدأ. صحيح. وهناك أحيانًا نحن ننتهي الموسم والدوري هناك شغال، فما في أصلًا تناسق في الموضوع. حتى المباريات، شوف أنت تلعب دوري 16 وتستنى دوري الثمانية بعد بداية الموسم، يعني هذا ضرر عليه رحنا. لا، وأنت تلعب في بداية الموسم في دور الثمانية كدوري سعودي، وأندية الشرق الدوري على وشك الانتهاء، ويجيك أجهز منك. صحيح. تخيل تلعب دوري الثمانية، يعني نحن لعبنا مع العين، العين ما لعب ولا مباراة في الدوري، صح؟ صحيح. الهلال احنا لعبنا جولة وجولتين في الدوري، في الدوري يعني في ظل، بس الميزة انه يمكن جدول الغرب نفس بعض. يعني انت يعني مستواك اللياقي انت والعين نفس الشيء، يمكن اول كان دوري الثمانية تلعب مع الشرق كان فيها ظلم كبير. الآن أنا أعتقد قاعدين يحاولوا يوجدوا حلول لهذه المشكلة، وضروري يعني يكون لها حل. طيب السيد رامون دياز.